فالبعض يعتبرها موت بطيء كرويا. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. ينقذها الحارس، يا سلام، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش، يضعها على يسار الحارس، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة، يلعبها لكن تعود من القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة، تصدي رائع، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. رابع لاعب في ترتيب المسددين. أوه، الحارس توقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. تايلاند لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. تايلاند، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح، روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى، الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. الآن الدور على اللاعب السادس. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. منافسة قوية جدا في التسعين دقيقة، بعد ذلك في الأشواط الإضافية، والآن في ركلات الترجيح. في نهاية الأمر الفائز كان يستحق لأنه كان في حالة تركيز عالية في ركلات الترجيح. يا لها من طريقة رائعة جدا في إنهاء المباراة بعد دقائق عصيبة جدا. المهم تحقق الفوز بعد هذا الجهد الكبير. سعدت بصحبتكم في مباراة اليوم سيداتي وسادتي. نهاية اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة، كان معكم فهد العتيبي.